امين غير حضوره، امين حيت امين غير عيطت عليه صاحبي، ماشي تتعيط على ممثل، تتعيط على واحد صاحبك. ما غير عيطت على امين بعدا نعيط عليه لا شي حاجه، غير تيقول لي فين وامتى وصافي، وتيجي جا امين. الحكايه ديالو تتشوف فيها باش ما نخسر لكش العزيمه. ما هضرناش في اشنو خصو يدير والطريقه اللي خصو يشتغل بها، غير حكيت ليه في 5 دقائق ولا 10 دقائق وجلست نتفرج وخليته داكشي. تتشوفي بعد تشوفي الحكايه ديال امين، امين حضوره لانه اشتغلنا انا وياه قبل في عرق الشتاء مثلا، تنعرف على انه امين ما قراش السيناريو ديال عرق الشتاء، ومزيانه لي انا ما يقرا السيناريو، حيت انايا ما تنشتغلش بالسيناريو، تنشتغل بورقه ديال الطريق، تنشتغل بحاجه اللي الا ما كنتش عارفها ما كانتش فيا ما غاديش نديرها. ولكن جلس تشبع شويه بشخصيه مقاربه للشخصيه اللي كان خصو يلعب، عطيناه سميتو كاع ابراهيم، ومشى جلس عند ابراهيم، راه باقي الان دابا في الحد حدا بجاد، لدرجه انه مثلا حتى امين اللبسه اللي كان تيلبس الفيستا في عرق الشتاء، اللبسه هي اللي تيلبسها الفيستا ديالو ابراهيم. امين لانه ممثل حدسي، ما عرفتش واش، ما عمرني سولته، ولكن ما عرفتش واش امين ربما عنده تقنيه بهذا المفهوم ديال لا تكنيك ديال التمثيل، وطاقته تتخول ليه على انه تيلبس شخصيه امين. انا بالنسبه ليا تيمثل التعريف ديال التمثيل الحقيقي هو غياب التمثيل. انت تشوفيه الاعمال اللي تيديرها، شتي تنقولها حتى بالدارجه بركه من التمثيل، تبقاش تمثل عليا. امين تتثق على انه الشخصيه اللي لعبها هي هذه، وماشي غير امين في الفيلم، كاع الممثلين، لا المحترفين ولا الطلبه ولا اللي يلاه تخرج ولا الناس اللي ما ماشي محترفه كاع، كلهم عندهم نفس الحضور، حضور ديال شيء من الحقيقه البشريه اللي تتخدع غير الوجدان، ربما ما فيهاش التفكير.